فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أسرة جاءهم مبلغ للصدقة، السؤال أسرة جاءهم مبلغ من الصدقة، السؤال هل يجب على الزوجة أن تخبر زوجها بما جاءهم من المال، وهل يجوز لها أن تتصرف فيه بدون علم الزوج؟ الزوج هو المنفق، ولا يحق للزوجة أن تأخذ الزكاة بدون إذن الزوج، لأن الزوج هو المنفق وهو القيم على البيت، وإذا أخذتها نيابة عنه فإنها تدفعها له وتخبره بذلك. نعم.